حينما تتسارع دقات القلوب وحينما تتسابق الخطى ركضا إلى الهدف، فأنت حتما في حضرة الديربي الأمل. ديربي الغربية في حلة خاصة وبمذاق مختلف كل مرة، الراقي والعميد، قمة من حديد. هل سيذهب أحدهما مصحوبا بالحزن والآخر سعيد؟ أم سيتراضى الطرفان بالتعادل ويقول المشجع هذا ما لا نريد؟ المواجهة على رتم فني عالي وسط ظروف إدارية متخبطة، تباينا بين الفريقين. الراقي يدخل بصدارة الدوري بنقاطه 13 معولا على القوة الهجومية الطاربة بتواجد العقيد الهداف عمر السومة، خلفه المتألق سوزا والفنان فتفا الذين وضعوا الأهلي في قمة الفرق هجوميا ب 18 هدفا خلال 6 جولات، بما يجعل مهمة دفاع الاتحاد أصعب. العميد يواجه خصمه التاريخي وسط ظروف صعبة إداريا، لكن الاتحاد دائما ما كانت الروح عنوانه الأول وفي كل الظروف. نقص الاتحاد في أهم عناصره قد يكون مؤثرا، الفهد فهد المولد إلى جانب الحارس فواز والكابتن عدنان غائبون عن ديربي الغد، لكن النمور لا تتأثر بالنقص. ليلة السبت في عروس البحر الأحمر يطغى على الديربي فيها شيء، غدا ستكون جدة كذا، ديربي وبحر.